شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها من يوسف العظمة لحد هذا اليوم شو تشهد أبطال لا يحموا أبوابا شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها يوسف العظمة لحد هذا اليوم تشهد أبطال لا يحموا أبوابا وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام قويل ما بتنهز عزيزي ما بتنضام قويل ما بتنهز عزيزي ما بتنضام خير أصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها خير أصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها خير الأصحاب وبلسم لحبابا والشام بتبقى على طول بلسم لحبابا يعني الحراني بتاعك بقى يقدر يعمل ايه ما يقدرش عليه المشير عامر لك منه بعثي زيك يا حبيبي مو هذا الأساس يا شو بس المشير عامر مشير رجل عسكري وهذا بلد في اقتصاد في حياة سياسية واجتماعية وثقافية مشير عامر ضمن اللي عملوا الثورة في مصر واجيهم بيحكموها بقالهم 7 سنين مش حيقدر بقى يتصرف في بلد زي الإقليم السوري عدد سكان القاهرة قد عدد سكان سوريا كلها أنا شايف إنه بيتنا صار فيه إقليمية يا شو نحن المفروض نموذج الوحدة ومع ذلك مع ذلك مش قادر تنسى إنك متحزب يا أستاذ وشو المطلوب انسى كمان يا شو إلغي ذاكرتي وأفق السياسي حتى أقبل كل شيء أنا شايف إنه دايما أنت بتحولي المناقشة إلى طرفين مصري وسوري أنا برضو ولا أنت اللي مش قادر تنسى مش بس سوريتك انما تعصبك لحزبك وزمايلك البعثيين اشمعنى انا ملاحظه يا شو انه نحن دايما مختلفين انا مش بشكي يا كمال بس على رأي المثل وعدتني بالحلق خرمت انا وداني وانا اللي وعدت نفسي وقلت بكره كله يتحقق يبدو انه كل واحد منا وعد نفسه بشيء يا شو بس ما استنى حتى يوعدوا الطرف الثاني انا مالي شايفه حدا بعرفه ولا انا بس هو معنى هالشي يا دكتور انه ما يكون حدا بيعرفنا نحن الاثنين او على الاقل واحد منا سهام إذا بدنا نضل عايشين بخوف منكون عم نحقق للمكتب الثاني انتصار ما بيستاهل كيف كيف؟ دكتور خريج آداب ومن باريس وبده يحمل بارودة ويقاتل كمان شلون يعني ما يقاتل إذا كانوا الشيوعيين والاشتراكيين وأنصار عبد الناصر وأنصار المكتب الثاني الشامي بدهم يسحقوا أمل السوريين أبناء الحياة يا ريتني كنت معك رشاد شو الجديد بحياتك؟ حقيقة أنا محرج ومو حابب خوض بهالموضوع مشان ما تعتبي علي أنا عشت مع واحدة فرنسية 6 شهور وبعدين تزوجت وجاك ولد من هون؟
ما هو الزواج صار بسبب الحمل بس أجهضت. ايه وبعدين ملينا من بعضنا واتطلقنا. بس المضحك بالأمر انه رجعنا لبعض وعشنا سوا لحتى اجيت له. معناها حازي على المواصفات اللي بتعجبك. فعلا، ولو كان معي صورة لها كنت شفتي قديش قريبة مني، شبهت تماما. معقولة؟ رحت على أمريكا الجنوبية ورجعت على باريس وعشت فيها وما لقيت غير واحدة من كسمة. كسمة؟ بس ما لها جاذبيتها الوش الحلو ولا نظرة العين الذكية. خليك ضمن الحدود يا دكتور. سهام، نحن آخر ناس ممكن الحدود والخطوط تحدد لنا مساراتنا، ونحن يلي بنفرض الخطوط الجديدة. بس لا تنسى يا دكتور إني أنا تزوجت وعشت قصة ما ممكن أنساها طول عمري، وكمان كان في بداية قصة مع الشهيد هشام، وأنت كمان عشقت. شو كان اسمها؟ نتالي. عشقت نتالي وبعدين تزوجتها ورجعت عشقتها بعد ما طلقتها. يعني باختصار يا دكتور، كل واحد منا عاش حياة حافلة بعيد عن الثاني، وهذا الشيء بيفرض علينا نتبع الخطوط والمسارات لحتى نقدر نوصل لمرحلة نقدر نتجاوزها، صح؟ خطاب الرفيق خالد بمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وتناوله للاضطهاد اللي عم يتعرض له خلى الوفد الرسمي للجمهورية العربية المتحدة ينسحب من الاحتفال، واحتجت المتحدة على الصين. هالشي بده يسعر حملة المباحث علينا. وشو عن زيارة الرفيق خروتشوك للولايات المتحدة؟ راح على واشنطن وعلى نيويورك وهاجم الإمبرياليين بحواضر العالم الرأسمالي، وقالهم بصراحة إنه الخيار هو بين الحرب الصاروخية والهيدروجينية ودمار العالم من جهة، وبين التعايش السلمي من جهة ثانية. هي صحيح بلبنان تم بانتخابات الشوف اسقاط السوري القومي انعام رعد مرشح القوميين والشمعونيين لصالح المرشح الوطني. وشو بالنسبه للخونه اللي لفظهم الحزب؟ ادريت يا رفيق عمران انه عديلك الرفيق طريف استقر واشتغل ببيروت؟ ادريت يا رفيق. اسقطت الحكومه الجنسيه عن 64 شخص، النسبه العظمى فيهم من رفاقنا. والله بري عليهم اخي سوار، ما في كلام. وقالوا له بده يقول ارض الجزائر وحده وما منفرد فيها بشبر، وثرواتها ملك الجزائريين، يعني ما حدا له فيها شيء، لا مستعمر ولا مستوطن، ومستعدين نفاوض على وقف اطلاق النار مع ضمان حق تقرير المصير لشعبنا. الله ينصر المسلمين كل مكان يا رب. يا لطيف يا جماعه قديش مهز بدني لما قريت اللي كاتبه رفيق رضا بجريده النصر. قريتها ما قريتها؟ مو هيك؟ شفت حلفائك سابقين يا حدين؟ حلفاء قيادتي يا عماد، ومع ذلك هذا ما دوراه، والحزب انحل ونحن كلياتنا هلا حزب واحد، حزب عبد الناصر بطل القوميه العربيه من المحيط للخليج. وجه رفيق رضا عضو اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي السوري اللبناني رساله مفتوحه للراي العام العربي ولجميع الشيوعيين وانصارهم، عم بيقول فيها انه الشيوعيين كفروا بتاريخنا وابطالنا، وانه تاريخنا العربي الاسلامي هو الحاجز اللي يمكن يمنع تسلل الأفكار الغريبة لهدامي. تصوروا يا جماعة، كاتب إنه سمع بإذنه خالد بداش عم بيقول إنه سوريا مو دولة عربية. هذا هو معدنهم، لا عروبة ولا إسلام، عمالة لموسكو ولبقية دول الحاد. ما حدا طلع من خرجهم غير عبد الناصر، ليكون راكبين على ظهر عبد الكريم قاسم ببغداد. هذا وتقول الأنباء إن الزعيم عبد الكريم قاسم قد نجا من إطلاق النار وصرع عدد من حراسه ومرافقيه، وقد أذاع راديو بغداد أوامر بتعطيل المدارس ومنع التجول في المدن الرئيسية، كما أغلقت الحدود وأخليت المطارات المدنية. نواصل. فشلوا يعني لو نجحوا قتلوا شو كان صار؟ هلا بده ينفتح علينا هو الهداوي، يعني لو قتلوه كنا قدرنا نكنش كل الاوراق ببغداد. بهجت امرك سيدي. بدي اياك تبلغ فرعنا بالمنطقه الشرقيه انه يضلوا على اهبه الاستعداد لاستقبال اي لاجئ او هارب، متوقع كثير ناس يجوا هربانين من هنيك. حاضر سيدي. الله معك.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد. الشغلة مولعة من قبل محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم، ولسه رح تولع أكثر. الشيوعيين منتظرين هيك فرصة. ذاتاً الرئيس جمال عبد الناصر صرح للجريدة الأمريكية بأنه الصين قامت بعمل غير ودي لما سمحت لخالد بكداش أنه يخطب ويهاجم، والشيوعيين متوقعين هجوم شديد. هلأ جتهم الفرصة. سوها طبا، كيفك سوها؟ نشكر الله. شلونك أستاذ شريف؟ أهلين أهلين، منيح منيح، اشتقنا لك، ما بقى قرينا لك. تركنا الكتابة لأصحاب. لا سوها، أنت كاتبة جيدة، أوعي. لا راح تخيلوني أنتو اتنين، بعلمي أنكم مطلقين وبيناتكم كل مودة. كان في مين بيناتنا؟ بعرف، وأكل نصيبه من وراك. هلأ خلص مني وخلص مني. إيه سوها، شو جاي تعملي هون؟ ما بعرف، لقيت حالي قريبة من هون، قلت حتى أسلم على الأستاذ شريف وأسأله إذا كان صاحبه رجع لحياته الطبيعية ولا لا. أنا بجاوبك يا ستي، مبسوط ومرتاح وبكل تفاهم. الحمد لله، هذا المطلوب. يلا بالإذن سوها. دقيقة، نازل معك، بدك مني شيء؟ لا لا، على إذنك. لا، شو هالسرعة هاي؟ أصحاب لما أعداء؟ لا يا نبيل، يا نبيل، ايش صار لي معك بمحل عام هيك؟ شلونك فعلا؟ ما بعرف، فعلا ما بعرف. اوقات بتمنى لو اني ما شفيت من حب ماجد، بندم وبقول شو بقى لي شيء بحياتي ايش هذا، بس بمعظم الوقت بحس حالي عايشه طبيعيه. هلا ماجد صار شخص عادي يا زلمه، صار من لحم ودم، ما عاد مخلوق وهمي خرافي خلقوا خيالهم. ممتاز، معناتها صار فيك تستأنف في حياتك بشكل طبيعي، وانا برايي بترجعي للكتاب. كان لازم غيرك يحكي هالحكي، ما بعرفني انت واحد من اقصى النقاد اللي واجهوا كتاب. سوها، خواطرك كانت موجهه، فانتقاداتي كانت موجهه، بس ما في شك عندي انك كاتبه، او بالاحرى مشروع كاتبه ناجحه. عن جد نبيل سوها، بعد الموقف اللي حطيتيني فيه، بعد ما تملكت نفسي، ما في شيء يمنعني عن اني اقول السلام. انت فيكي تكوني كاتبه وبنجاح. لازم اعتذر لك نبيل، بس اللي قدامك مو هي اللي ارتكبت كل هالارتكابات، هدي كانت سوها طباعة القديمه المريضه. بعرف، انا اللي بعرف كيف كنتي، بس ما فيني اقول لك هلا غير اهلا وسهلا يا سوها طباع. شكرا يا نبيل امراد، شكرا لانك صادق، وشكرا لانك متفاهم، وانا من كل قلبي بعتذر لك عن كل اساءه قدمتها سوها القديم. ايوه، دقيقه واحده، تحت امرك. تسلم لي حضرتك يا فندم، احنا بنحبك يا فندم. انا هيك اتفضل. حمدي انت ولا بيتهيأ بابا؟ عناية عناية يا بابا. حبيبة قلبي اهلا وسهلا أمر. بالله شو؟ عز الدين؟ شو عز الدين؟ عزو؟ ابن عمي؟ اشتقت لك.
أنا أكتر. تعال تعال. أدين لو سمحتي سكري الباب. شو هالعواطف هاي؟ أخ لو كنت شفتها كنت هقول لها يا عناية سيبك من وجع القلب ده كله، بلا سياسة بلا قرف، وعيشي بقى مع جوزك في أمان الله. لكن يا خسارة ما لحقتش أشوفها. ما طولت ساعتين، ساعتين مو أكتر، يا دوب شفناها ومشيت. سألت عنك يا شو، وسألت عن الدكتور كمال وعن الآنسة كمان. دي خطرت بنفسها عشان تشوفنا الساعتين دول. يعني كانت هي هتجيب تجيب بنديله يا خي. الموضوع ده ما يخصكيش يا شوقي. انا يوم ما اتجوزت عنايات كنت عارف هي ايه وايه اللي ممكن يحصل، ومن فضلك دي حاجه تخصني وحدي. ايوه انبسط انت قوي يا سي كمال. دلوقتي بقى على الطلعه وعلى النازله هتقول لي ما شفتي اخوكي شو قال. انا توقعت باعتباره اخوكي انك تعملي له محاضره عن مدار العمل السياسي. انت بتتريق بقى حضرتك؟ جرى ايه شوقي؟ مالك طايحه فينا واحد واحد؟ وانا مالي؟ انتوا اللي ايديكوا في النار. خالي شو، تعرفي شو قال الرئيس القوتلي للرئيس جمال عبد الناصر وقت الوحده؟ قال له انت رح تحكم شعب بيعتقد كل واحد فيه انه سياسي، و50% منه انه زعماء، و25% انه انبياء، و10% على الاقل ما بيشوفوا حالهم اقل من مستوى الآلهة. ما شاء الله. وفاكره بقى ان دي شطاره؟ ده غرور على الفاضي. الاحسن نخصم الحديث. يا الله منيح اللي اطمنت على عنايه يا سيد لطفي. وانت يا استاذ حمدي لا تاخر علينا. طب امشي يا بنت. مش تسالني الاول ان كنت عايز امشي ولا لا؟ والله ان حبيتي تمشي كان بها، ما حبيتي مالك قاعد عن نظر. امشي يا سهى. هي اكيد بتهزر الدكتور كمال. جرى ايه يا شوقي؟ ماشي يا اخويا ما جراش حاجه، اديني ماشيه مع نفسي. تفضل يلا قمر عم تلبسه. انا خايف يكون عم بيجي بوقت غير مناسب. اذا شو بتكون ما بدك تاخده؟ لا شلون ما بدي اخده، اعوذ بالله. افتكرت. يلا تفضل. شايفهم تأخروا شوي. يلا ما بقى إلا يجي. أنتوا ليش ما عدتوا سافرتوا على مصر؟ شو بدك تخلص مني يا نزيل؟ لا أعوذ بالله، والله مو هيك. أهدين بابا. تفضل هاي الشنطة فيها غيار وبوت. عظيم. أي ملاحظات؟ أي أوامر؟ انتبه على جلال أنت وماشي معه. امشي بابا. انتبه ما تتفركش. عملت لك فيه فصل ناقص. عن جد شو عملتي؟ اسهل طريقه الاغراء، نشفت اللوري قبل ما يطلع من هون. يظهر خالي شو مشواره طويل. قال بدها تروح تطبخ لاخوها وابو عنايات ويمكن تتغدى معهم. بابا كانه الحال بينكم مو رايق منه. معلش لا تحمل، أنا بستوعب. أنا شو بعرف، بس فترات المرح والقعدة الحلوة والحديث الزكي والخفيف
مو بس قلت، انعدمت. هالشي ما بيتفبرك يا سوء. يعني يا بيكون الجو رايق وبناسب، يا بينعدم الرواق. على العموم جاينا ضيف هلأ حتتفاجأ فيه، بس وعدني ما تتفاجأ كتير. قليلي بس منو هاد؟ تأخرت ما هيك؟ خير أن تأتي متأخرا من ألا تأتي. تفضل. تحياتي دكتور. أهلا أهلا نبيل. متفاجئ ما هيك؟ تفضل. وأنا كمان مثلك متفاجئ. مين بيصدق إنه أنا وسهى عم نحكي مع بعض بدون ما نتف بعض؟ الناس الحضاريين ما بيتنتفوا يا أستاذ. بابا زهورات وحضرتك قهوة وسط مغلية. حتى قهوتي نسيتيها مع اللي نسيتي. عم بمزح معي، فعلا قهوتي وسط، بس حبيت ناقدك. بالمناسبة لو بضل ناقدك طول عمري ما بحصل تراتي منك. مع انه المسامح كريم يا أستاذ، بسمح لكم تستغيبوني على كيف. لك شلون حتى تبلتك يا نبيل؟ ما بعرف، بس بتعرف اذا دريت امي انه عم شوفها لسوها بده يصير معها هستيريا. بس سوها عزيزه كثير على قلبي. طبعا بتعرف. بعرف كل شيء ودريان بكل شيء ومتوقعه، حتى حذرته لماجد. بس هذا الشيء كان لازم يصير لحتى سوها تصحى لنفسها. صار زمان على سوها ذكية لبقة. فعلا صاير عم استمتع بحديثة وقعدتها. وانا كمان. انت مو معقولة يا ابن. ليش؟ اذا كنت ماني مطلوبة يعني اللي طلعوني ما فيهم يرجعوني على قوائم المطلوبين؟ شو اللي بيمنع اني كل كم يوم انزل على السوق ومر على الخياط وجهز حالي للموسم؟ يا رجاء هذا بسميه اهتمام سطحي بالقشور، بالثياب، بالموضة. يا عزة لا تصورني وحدة سخيفة من اللي ما لهم هم غير اللبس والأزياء والصالونات. أنا ماني هيك. بس اللي انحرمت منه طول ما أنا مع طريف كان بيشبه صيام رمضان للصايم. هو من تلقاء نفسه بيمتنع عن الأكل طاعة وعبادة، بس أنا امتنعت عن كل الرفاهية كنوع من التطهر. بس اكتشفت أنه إن شاء الله كان امتناعك بسبب طريف وبسبب موقف فكري. إذا كان هيك لازم تعيدي كتير التفكير بأفكارك. ليك يا عناية، أبوها كمان مليان وتاجر بالسنجق دار وبيربح ما فتح ورزق. أنا أبي تاجر بالإيشاني، ومع هاد كل هالشي ما ترك أثر بنفسيته. يا عزو لما الحزب بيركز على المنبت الطبقي بيكون عم يهتم فعلا بحالة مؤثرة. أنا تربيت بوسط ممكن أحصل فيه على أي شيء أي شيء. كنت دايما أتهم حالي بالنفاق وأنا مع طريف، لأني عرفانة إنه إمتى ما بدي بقدر أحصل على اللي بريده. لذلك رفضته أنا مطمئن. بس هلأ ماني مستعدة تابع بالنفاق، لأني أنا بنت بحب الجخ وأنا قادرة عليه. أنت حالي بدها دراسة جادة يا رفيق. نايم. بسم الله. قد ما تعب من اللعب والأكل نام بالسيارة. أكيد بسحبها لبكرة. وين سطحه؟ أخذته جوا بالأوضة الصغيرة. سطحه أنا بعدين بغيره. ماشي ماشي. مش الحال نيمته. ايه اقعد احكي لي شو عمل وين راح ومع مين. شو وين قمر؟ شو بس لا تقول لي لحاله ويجي لبالك بيل. لا اعوذ بالله، انا ولا يمكن يخطر ببالي هيك شيء. بعرفك يا نزير ما فيك تقعد بدون مره. كيف هيك من دون بنت الطباخ؟ على مين لافه؟ على شو يا ليلي؟ أنا من يومها لا عدفت على صالات ولا عدت سهرت إلا إذا سهرة بتقضيها ضرورة العمل. لا شوشو ولا سوسو. كيف كانت بنت الدكتور؟ ليلي بترجاكي بدي أمشي. ليش؟ خايف؟
انا مالي خايف بس انا يا نزير صغيره نظراتك نظرات مراهقين شو كل هالقد محروم لا مالي محروم بس تذكرت قديش في حلاوه وطراوه بهالدنيا مشان الله اعتقيني خليني امشي نزير انا راح خليك تشوف جلال بنص الاسبوع كيف شلون صارت هي يعني بتجي بتقعد معه ساعه ساعتين العصر بيناسبك طبعا بيناسبني هي شغله عظيمه وانا ببقى بتصل فيكي قبل ما اجي بيكون احسن طيب عن اذنك هلا الله يلعنك يا فريزة لك شو ما بتستحي يا لطيف بس خرجوا خرجك يا نزير إذا ما بشطط لك ريقك من هلأ لشهر ما بيكون اسمي فريزة يعني بيترك العيادة وبيروح العيادة وبس ده بيترك العيادة والعيانين والبيت من مجرد أي إشارة من حد من البعثيين بتوعه الله يصلحه الحزب تبعهم انحل والناس كلها مع الرئيس عبد الناصر يعني من حزب الرئيس ليش لساته متمسك بجماعته ما بعرف اخ لو شفتي ده ما غمضتلوش عين يوم الرئيس اقال لرياض المالكي تقولش اخوه لمن بقيت عيلته يا شو اخي واحد سياسي طول عمره هيك يا ستي ما قلناش حاجه بس السياسه ما عادتش تجيب همها دلوقتي بعدين ما حدش يوافق ان الحزبيه ترجع دي معارضه للرئيس اديكي شايفه اديكي شايفه الشيوعيين يا اما بينطردوا يا اما بينحبسوا والله ده اخويا ما شافش مراته من يجي شهر واكتر انا ما اقدرش اعيش مهدده كده شو يعني يا شو يعني انا عايزه اعيش مع جوزي في امان ده انا ما تهنتش معاه يومين على بعض بعد شهر العسل يا بوران اذا بدك انا بحكي معه لا لا ده مستقبلي ودي حياتي وانا اللي هقرر فيها سيبيهولي يا اما يغير مساره يا اما أخي الشغلة واضحة شاف الأمور ماشية على مهلها قام بعت المشير ليكون المشير عامر كل يوم بيجمع المجلس التنفيذي ليكون اجتمعوا نزلوا أسعار المحروقات أخي الدنيا جاء على شتم والناس بتفرح بتنزيل أسعار المازوت مظبوط سمعت لك المشير عامر واحد بيخاف من الله وصاحب دين وكل يوم بتجي بمحلها أنت قريت شو مصرح للجريدة الأمريكية معلوم بالكريستيان سانيس مونيتور قال لهم في ضباط من الجيش الأول من هون صاروا بالجيش الثاني بمصر والعكس موجود كمان وقال لهم لا تصدقوا إنه الضباط السوريين متضايقين من تنزيل الرواتب المركب بده يصير عمي بس يخفوا إيدهم عن الناس يا سعيد يعني ما بدنا ترجع أيام الاعتقالات والمطاردات وقت كان الشيء شكلي ما في حكم بيسكت على اللي بيعادوه شوف سيدنا أبو بكر لما شاف الناس بدها تمنع الزكاة وبدها ترتد جيش الجيوش وحاربون كل حكم بيحافظ على حاله وما بيقول اللي بيعادوه أهلين حبيباتي بس نحن أهون من العراق يا رجل جيت يا حمدي خير خير يا ابني خير شو في شو صاير نقلوني رجعوني مصر ادي اللي اخذناه من السياسه ومن عنايه بلاش يا شوقي عشان خاطري بلاش انا مش ناقصك من فضلك سيبيني شويه مع الدكتور كمال في كلام بينا ما احبش حد يسمعه حاضر حاضر يا اخويا اما نشوف ايه اخرتها وياك أرجوك يا دكتور ما تدقش قوي على اللي بتعمله شوقي أصلا نفسي مستغرب هي بتعمل كده ليه بسيطة يا أستاذ حمدي بسيطة اللي هقوله لك يا دكتور مفيش حد غيرك بيعرف أنا جالي طلب من عبد حشاد حضرتك عارفه طبعا وما رحت له اداني محاضرة عن الإقليم السوري وبحر الحزبية الغويطة اللي فيه
وعن الشعية الهدامة والكلام ده. وفي الآخر اداني قرار النقل وقال لي بالحرف الواحد: احنا مش هنتهمك يا أيوبي، ولا هنرفدك، ولا هنبعتك الواحات أو لمنطر، بس بشرط انك تبقى عاقل وترجع مصر زي ما جيت منها. شو يعني؟ يعني بصريح العبارة ما خدش عنايات. وبالعربي بقى زي ما قال لي واحد من السكرتارية كان دفعتي أيام الجامعة، أطلع عنايات وسيبها في حالها وأكسب حالي. وانت يعني على شو ناوي؟ مش عارف يا دكتور، أنا بكلمك عشان تنصحني. نسيت أقول لك، أنا ليا زميل يسار. شوف يا حمدي، نحن أهل، المفروض يعني تسمي الأمور بأسماء وما تخبي عني شيء حتى نقدر ناخذ قرار مناسب. عندك حق يا دكتور، أنا في الأصل قريب قوي من الشيوعيين في مصر، وليا هنا زميل شيوعي قريبه هو ابن عمه ضابط في المخابرات الحربية ولمركز كبير، دول سابوا عنايات عشانه. إنما دلوقتي جالي منه خبر عن طريق صاحبي نفسه، ده بيقول لي إن الأفضل لعنياته ليا إن احنا نفترق. ليش؟ خايفين يعني إن أنا أستخبى زي عنايات ويحصل عن طريق هجوم على النظام والمباحث والهلومة دي كلها. يعني بصريح العبارة، لو أنا سبتها ومشيت هيخفوا عني وعنها، ولو فضلت عنايات مراتي هيبقى ورا النقل اعتقال ومطاردة العنايات. والله القرار لعنايات يا أستاذ حمدي. المشكلة يا دكتور كمال إني لازم أبقى في مركز عملي في مصر خلال أسبوع واحد. اسمع لك، بعت ورا عنايات أو أنت روح لعنده، شوفوا يعني إذا أنتوا اتنين مستعدين تتحملوا ابقوا سوا، واذا لقيتوا هالشي صعب. قدر اعرف بقى ايه اللي تستأمن عليه الدكتور ومش قادر تستأمني انا عليه يا حمدي؟ ثم ايه اللي عمال يعبي بيه راسك ضد الوحدة وضد الريس؟ انا ماشي. اسمعي يا شوية يا اختي، من دلوقتي لغاية لما امشي يا إما تسيبك من الأسلوب ده في التعامل مع الدكتور كمال، يا إما نروح سوا الأيوبية. فعلا، لأنه اللي بيناتنا صراع مو حياة زوجي. مادام ولاد عمي الثلاثة هون، أنا حابة أحكي اللي بقلبي. أنت يا أبو منير أخونا الكبير، وسهام أختنا الصغيرة، وعزو الله يرده بالسلامة ماله هون، مشان هيك الحكي علي أنا. شوفي يا أميمة، شايفك عم تحكي جد، نحن اخوات اكثر ما نكون ولاد عم، يعني خدي راحتك احكي. طلع ابو منير لبرا، شو بتشوف؟ شوف العيلة، بشوفهم فرحانين لانه مجتمعين كلهم سوا. طلع على عمك يا ابو منير، هذا كبير الأناديلية، قديش باقي من عمره؟ شو هالحكي هاد يا أميمة؟ الله يمد لنا بعمره. الله يطولنا بعمره ويخلي لنا يا رب. بس لما بدي الدنيا فيه ولما بيفقر لعز الدين، في حدا بيفرج عن همه غير مرت عمه؟ ايوه، هلأ فهمت عليك. يعني حضرتك شو اللي فهمتي وأنا ما فهمته؟ معلوم يا عمي، شي شغلتك الست في ده، شي غير في ده. بس لك فصعوني، احترمي أخونا الكبير. ايه يخلي لي اياه يا حق لهالاخ الحبوب. اخي أميمة عم تخطب ابنها لابوها، فهمت بقى هلا شو القصه؟ وانا موافقه وعماد موافق وكلياتهم موافقين، بقى ما صفي عن غير حضرتك تبصم. حضر المؤتمر القومي، أنا ضغطت عليه مشان يجي يحطنا بصورة المؤتمر وقراراته والوضع الحالي. فعلا يا رفيق،
نحن بحاجة كتير لإضاحات. صحيح نحن بقطر نحل الحزب فيه، بس يعني واحد ما بيقدر يطلع من جلده وينسى انتمائه وأفكاره. يكون بعيونكم يا رفاق إنه بيان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الصادر بالعاشر من الشهر المنصرم عن أعمال المؤتمر القومي وتحت عنوان موقف الحزب من الجمهورية العربية المتحدة، قال إن المؤتمر اللي انبثقت عنه القيادة القومية وافق على قرار القيادة السابقة بحل الحزب في المتحدة باعتباره أول مؤتمر ينعقد بعد قرار الحل. يعني خلاص ما عاد إلنا تنظيم لا هلأ ولا بعدين؟ هالشي بيقرره مؤتمر القومي يا رفيقة، مؤتمر القومي وبس. وشو عن مجريات المؤتمر وانسحاب أعضاء منه وغيره؟ النشرة خاصة بالأعضاء عن شعب دمشق. شعب دمشق؟ شعب دمشق فعلاً، شعب حالياً للطلب العرب، والنشرة صدرت أواخر الشهر المنصرم، والحديث فيها بدور حول أهمية انعقاد المؤتمر. عفواً يا رفيق، قبل ما تكمل، شلون شعب دمشق؟ وشلون يا نادر نحن بعاد عنا وما نادر يعني؟ وهاي دريده ما السعر. يعني شو؟ ضل برا قاعدين وناطرين؟ انت بالذات يا رفيق يمكن ما ترتاح لهالاتصال. ليش انا بالذات؟ لانه الرفيقة فداء مقصود راح تكون صلة الوصل بين الشعبة وبين الاصدقاء. ليش حتى ما ارتاح؟ هلا لما بدنا نسافر هلا صار في اتصال؟ يعني هالجلسة هي بداية للقاءات. بالضبط، ورفيقنا المقدم حسن سرع بهاللقاء قبل ما تتصل بيكم الرفيقة فداء. بدي اسأل شو وضع علي منصور يا رفيق؟ مع الأسف رفيقنا السابق علي منصور قدم للشعبة الثانية أسماء اللي كانوا بمنظمة دمشق. وشو ورد بنشرة شعب دمشق؟ بس عن وضع الطلاب؟ قامت هاجم محاولات الهيمنة على الحزب من قبل العناصر الانتهازية، وقام الدين انسحاب بعض الأعضاء من المؤتمر وخاصة بعض المنسحبين من الأردنيين اللي أجوا من الأردن والكويت ودمشق والقاهرة وتعرضوا لضغوط من قبل الرماوي وزمرته. نحكى عن بعض القياديين بهالصراعات هاي؟ زعم اللي انسحبوا إنه كان بيتكتل ضدهم، بينما هم حضروا متكترين وبتروح بتناسب الاتحاد القومي أكثر ما تناسب حزبنا، وزجوا باسم الأمين العام وباسم رفيقنا نائب رئيس الجمهورية، لكن ما حد استجاب لهم. عفوا رفيق، شو عن انتخابات الاتحاد القومي؟ نجح 100 رفيق كل الإقليم الشمالي من أصل 5000، تصوروا، وهذا بالطبع يدل على التقصد الواضح بحق رفاقنا من قبل الأجهزة والسلطة. شو عن محاولة قتل عبد الكريم قاسم؟ القيادة القومية أدانت دائما أسلوب الاغتيال السياسي، رغم أنه إزالة قاسم مطلب جماهيري، وقامت تنظم حملة واسعة لإنقاذ رفاقنا المحكومين بالعراق. وبيشي ثاني يظهر بمخطط يتعلق بالإصلاح الزراعي، لازم ندير بالنا إلوها. أخي سيد محدين، لا تضل هيك عم تدافع عن مصطفى حمدون لأنه كنتوا بزمانكم بحزب واحد. المفروض اللي عم تروح القاهرة، ليش عم تروح؟ ربما يكونوا اقطاعيين خايفين من توزيع الأراضي. شلون ربما؟ برقيات وعرائد يا محدين ويلي بالصحف والوفود. أخي شغلة صاحبكم هذا شغلة فيها تطرف وحزبية. أخي ما لازم يكون في حزبية، ما لازم يكون في أي حزب بإقليمية الجمهورية، وأي نشاط من هذا النوع هو ضد الوحدة المقدسة وضد الرئيس البطل جمال عبد الناصر. أخي أنا هيك بفهم. برافو يا محدين، هذا هو الكلام الصح. مين كان يصدق إنه أنا يصير فيني هيك؟ إذا اللي صاير فيكي مو عاجبك ما صار شيء. أبو نعيم مو حد كتير، ممكن يصرفك اليوم قبل بكرة. إيه ما حذرت بنوم سيد ناظم، ما حذرت بنوم. أنا بعد ما عشت بهالنعمة بعد صيام طويل، أنا وأختك مكلبجين سوا وحبس مؤبد. شفتوا الرجال على علاته عم بيحكي الصدق، هو بعد مثل سانه قال إنه معيشني بحبس. ليه ست ناظم؟ إيه لا تطلعي فيها من ناحيتك. إنه يعني البنتين؟ البنتين؟ واحدة تتشنطط مع عمران والتانية ترحل لعند طريف.
وانا يبقى وشي بوش سيف الدين البياع. ايه هاد اللي صعبان علي. شو عليه؟ ساعة بدر لك وشي وساعة بدر لك نقرتي وساعة بحط لك صورة اخوك قدامك الحلو الجذاب مشان تغيري جو. هلا انت عم تتصهصك وتضحك وتلعب مشان تفكر نور الهدى انه انا مو مهتمة لفراقها ومو مستنغصت لها. بالعكس يا امي، ما في احلى من اني سافر وانا متذكرة بحكتك، مو احسن من دموعك تقبريني. فاطمة، يعني معقول حبيبة قلبي نور الهدى تسافر ما اجي ودعها؟ تقبري قلبي ان شاء الله. صباح الخير. اهلين فداء. شو وينه ماجد ومنير؟ ماجد راح لعند عماد بده يشوفه، قام علقه منير، قال بده يروح معه يشوف بنت عمه منيرة. ايه شو علي؟ وليش ما رحتي انتي معه؟ انا عندي مهمة من نوع تاني. خير ان شاء الله. بس ما تقليلي انه جاي تاخديني على الحزب لانه الحزب تبعكم فرط. لا لا، هاي مهمة غير شكل. خير ان شاء الله. احكي لي بسرعة ها، لانه بتعرفيني بصلتي محروقة. ماجد استحي يجي لعندك ويحاكيكي بالموضوع. قام بعتني إلي. أنا موضوع؟ وأنا قلت لحالي والله بوش ماجد في حكي وما عم يقدر يحكي. قليلي شوفي هذا يا ستي وميمة جمعتهم هن الثلاثة لماجد وعماد وسهام وشرحتهم عن حالة عمو أبو عزو يا حرام، قال يعني إنك أنت لازم تعيشي، يعني لازم أنت وعمو شوكات تتجوزوا. يا فداء شو هالحكي هاد؟ والله يا تقبريني هذا اللي صار. وهداك ابو عزو انا بفرجي وز بنته لحتى تستفرد بالولاد وخلاني انا برا مشان ما احس بالشربه. ايه مرت عمو والله كنتوا قاعدين مع بعضكم مبسوطين ومروقين وعم تضحكوا من جوات قلبكم. يعني هلا كل اثنين قعدوا مع بعض وتضحكوا لازم يتجوزوا؟ هلا ايمينا من قصه اميمه، انا بعرف انه من زمان انحكى بهالموضوع، بس بقى المهم انتي لانه عمو شوكت يوم المنى عنده لما بتوافق تعيشي معه. بقى انتي يا خالي اذا ملاقي حالك بتكوني سعيده ومبسوطه معه ليش لا؟ اي والله عمو شوكت ليحطك على كفوف الراحات. بعد هالعمر يا فداء اولاد وولادي صار هالطول طوله، بعد هالعمر بدي ارجع اتجوز واتعتر. مرت عمو شوكت رايح طحين فارض وانتي مبسوطه فيه، بقى خلونا نكتب الكتاب ونفرق الملبس. انتي كمان صايرة معهم وعاملة خطابة؟ لك ايه تقبري قلبي، ايه والله عمو شوكت ما يصبح بهالوش الحلو ليرجع شب. قال حماية، قال ايه احلى من البنت والكناين. الله يجبر بخاطري، ايه وين انا وين كنايني. مرت عمو ايمينا بقى من هالموضوع. وليلي شو قلو لماجد؟ عن شو؟ يه ايه شو صلي عم بلعي من الصبح؟ بدنا موافقتك، يعني بدنا نفرح فيكم ونلم الشمل. الله يخليكي. لحتى نخلص من همومنا يا فداء، لحتى نطمن على عزو. ايه لكان كتير منيح، انا رح قله لماجد انك موافقة ورح خليهم يبعتونا العريس والخواتم والملبسات. ببالهم انهم بيقدروا يسرحوا ويمرحوا على كيفهم. ست طيارات مستير اخترقت اجواء الاقليم الجنوبي، كم طيارة طلعت لهم؟ 4 طيارات بيك. وقبل ما يهربوا اليهود نصورنا صاروا طيارة وأسقطوها. هالخبر سمعته قبل 10 دقائق. الله 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 الله. يا جماعة من كم يوم قريت تصريح العميد الطيار وديع مقعبري، هذا قائد سلاح الجو بالجيش الأول بمناسبة يوم الطيران. أبو نعيم وأنا قريته كمان. شو قال؟ قال إنه في عنا أقوى سلاح جوي بالشرق الأوسط. يا عيني يا عيني يا عيني، الله يقويهم ويزيدهم. يا جماعة اليهود مرعوبين، بن غوريون خايف انه عبد الناصر يعمل شيء بالعراق. قال ليش؟ قال انه هذا الشيء اذا صار بيأثر عليهم وعلى الاردن وهن ما بيسكتوا. فشلوا هن بريشهم ما بيسلموا. تعرفوا يا جماعه جاي عبالي احمل باروتي وروح جاهد في سبيل الله على حدود فلسطين. على مهلك شيخ بشير، على مهلك. فريق شيء للجيوش العربيه. نحن بنعرفك بزمانك حملت باروتي ورحت قامت صارت النكبه. لا يا صهري لا، هلا انا حملت باروده ورحت
وحاربت وانجرحت، دخلك انت شو عملت؟ بالله شو؟ انا بهالكم سنه اللي مرقوا سلخت اكثر من 20 خطاب، انبح صوتي، شو بدك اكثر من هيك؟ الله عليك يا ابو سامي، انت بطل بالقول وبلحمك بطل بالفعل، يعني جمعت المجد من اطرافه. الله يعطينا خير الضحك. يا جماعه انا اليوم سمعت من حلب كلام المشير عامر، عم يعجبني. الله يقويه ويقدره على شغله. قال ما في عنا لا حزبيه ولا طائفيه، وعلى الشعب مسؤوليه محاسبتنا اذا انحرفنا وارشادنا اذا اخطانا. اي والله هذا هو الكلام الصح. ليكو عامل لحاله ثلاث مكاتب وامانه سر مشان ضل داير باله على كل شيء. وعبد الكريم قاسم الله يمحقه قال شو؟ قال بده سوريا تنفصل عن مصر تنضم للعراق. ان شاء الله بينقلب الكرسي فيه ومنشوف العراق معنا بدوله واحده. عم يحكي عن الضم؟ يعني لسه كلام نور السعيد نفسه. الله سبحانه وتعالى يا ابو سامي يمهل ولا يهمل. استنى لتشوف، كاني شايفه بعيني. الا ما هالطغاة بالعراق يسطوا ونسمع كلمه الله سبحانه وتعالى ببلاد الرافدين. الله وبهمه بطل العروبه والاسلام هالاسمر ابو خالد. ايه الجنان ده يا شوقي؟ بتقولي ايه؟ مش دي حياتي يا حمتي، انا تسرعت. الحق علي، انا شفتك متهني مع عنايه، قلت يمكن ينوبني من الحب جانب. اديك يا حبيبي، لا انت تهنيت ولا انا تهنيت. انت مش زي يا شوقي، انا مجبر، انما انت ايه اللي يجبرك؟ استهدي بالله يا شوقي، كمال بيحبك وبيعزك. انت فاكر ان كمال متمسك بيا؟ ده ما صدق، انا قلت اشوفه خالص. جالي واشتكالي يا شوقي، قال لي كل ما نلاقي نفسنا لوحدينا نتخاصم، هي عايزاني ابطل سياسه واقعد جنبها وانا مش قادر، حتى لو قدرت مش قادر. جالك كلامي بقى او حتى مش مستعد يحاول؟ يا شوقي عنده حق، الراجل محترم دكتور وسياسي معروف، عايز يبطل سياسه عشانك. عشانه برضو، انت عارف ان الحزبيه ممنوعه واي سلوك حزبي هيكون ضد الوحده وضد الرئيس وضد المباحث. ليه يحط نفسه في الموقف ده؟ ايه اللي جبره؟ لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا عطر أحلى عطر بالكون، لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون، رح إلهن أحلى عطر من كل شيء قدامي. عصر بياسمين نشامي رح قلهن أحلى عطر من كل شيء قدامي، هبة نسيم العصر بياسمين نشامي. وقف يا ابن الناس واركع بمحرابة واحني العز الراس صلي عترابا. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابا، من يوسف العظم لحد هذا اليوم شو استشهدوا أبطال لا يحموا أبوابا. شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابا، يوسف العظم لحد هذا اليوم شو استشهدوا أبطال لا يحموا أبوابا. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما إجت أيام بتضل هي الشام،
وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما جت أيام بتضل هي الشام قوية ما بتنهز عزيزي ما بتنضام قوية ما بتنهز عزيزي ما بتنضام خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها